فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: جمعنا صلاة العصر مع الظهر جمع تقديم لأجل المطر الشديد، وبعد انقضاء الجمع انقطع المطر، فما العمل؟ أصل صلاة جمع الظهر مع جمع العصر مع الظهر فيها خلاف قوي، ما هي مثل المغرب مع العشاء، لأن المغرب مع العشاء الناس بحاجة إلى البقاء في البيوت والكن، أما الظهر الناس في أعمالهم بيطلعون لأعمالهم ودكاكينهم وأشغالهم ومكاتبهم، ليس بهم حاجة إلى الجمع، فالأولى أن لا يجمع بين الظهر والعصر، الأولى كذا. نعم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله، فتاوى شرح كتاب العمدة في الفقه للإمام ابن قدامة المقدسي الحنبلي رحمه الله، مرتبة على أبواب فقهية، إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت أعزها الله بالتوحيد والسنة.